إذن أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تابع قناة الشعب في هذا البث المباشر هنا مباشرة من السوق المركزي للسمك هنا في مدينة تطوان. موضوع اليوم غادي نحاولوا أنني نقربكم من السمك أبو سيف الوردي أو سبادا الروسا كما يحلو لأهل تطوان تسميتها متابعينا الكرام. فتسمية سمك أبو سيف نظرا لأنه متابعينا الكرام كيحمل هذا الأنف ديالو على شكل متابعينا الكرام ومقدمة الرأس ديالو على شكل يعني سيف متابعينا الكرام متابعي قناة شرطة بقناة الشعب، لذلك يسمى بسمك أبو سيف لأنه يحمل سيفا في مقدمة رأسه متابعينا الكرام ومتابعي قناة شرطة بقناة الشعب. الإشارة فهذه الأسماك تعد من ألذ أصناف أنواع الأسماك متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تابع قناة الشعب. بعد ما كيتم التقطيع ديالها للإشارة في هذا النوع ديال الأسماك فهو كيبغيوها بزاف الأطفال الصغار نظرا لأن هذه الأسماك هذه متابعينا الكرام فما فيهاش شك، وبالتالي ف يعني مجموعة ديال الآباء فهم كيبغيو أنهم يشريوا هذه النوعية ديال الأسماك اللي فيها مجموعة ديال الفيتامينات والبروتينات متابعينا الكرام باش أنهم ينولوها للأطفال ديالهم لا ما تكون مشاكل متابعينا الكرام اللي يمكن تسبب فيها يعني الشوك اللي كيكون في بعض الانواع ديال الاسماك خصوصا الاطفال الصغار فكيوقع لهم مشاكل على مستوى الحنجره متابعينا الكرام ملي كيوغل يعني هذا الشوك ديال الاسماك في الحنجره ديالهم، وبالتالي فهذا الصيف متابعينا الكرام فما فيهش الشوك نهائيا. كيف كتشوفوا الشكل ديالو فهذا النوع من الاسماك يعني الحجم ديالو كيكون كبير، ف هاد السمكة هذه تعد من أصغر أسماك أنواع أبو سيف الوردي متابعينا الكرام، واللي يعني الطول ديالها فهو تقريبا فيها جوج ديال المترو، ويمكن الوزن ديالها يوصل ما بين 30 حتى 40 كيلوغرام متابعينا الكرام، علما بأن النوع ديال الأسماك يقدر يوصل الوزن ديالو الى حدود 120 حتى 130 كيلوغرام متابعينا الكرام. كيف كتشاهدوا معنا متابعي قناه شوف تابع قناه الشعب فهذا النوع من الاسماك كيف كتشاهدوا ف يعني الظهر ديالو فهو كيكون رمادي مغلوق، بينما يعني البطن ديالو متابعينا الكرام فهو كيكون رمادي مفتوح ويميل الى اللون الوردي كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام ومتابعي قناه شوف تابع قناه الشعب، فيما كتميزوا هاد المقدمة ديال الرأس ديالو اللي كتشبه السيف لذلك سمي بأبو سيف متابعينا الكرام. الإشارة فكاين مجموعة ديال الأنواع ديال هاد السمك أبو سيف، ولكن الشيء الذي يميز سمك أبو سيف بالنسبة للمحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط هو هاد اللون ديالو الوردي اللي كيميزو يعني ملي كيتم التقطيع ديالو إلى قطع فكيكون اللون ديالو وردي متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تابع قناة الشعب. وكل ما كانت يعني اللحم هذا النوع ديال الاسماك يعني وردي فاتح كلما تميز بالجوده والطراوه متابعينا الكرام متابعي قناه شوف تابع قناه الشعب، الى جانب يعني هذا الديل الذي يميز متابعينا الكرام هذا النوع من الاسماك ديال ابو سيف الوردي متابعينا الكرام، الى جانب هذا اللون كيف كتشاهدوا معنا من خلال هذه الصور التي تاتيكم حصريا على قناه شوف تابع قناه الشعب، الى جانب انه عنده متابعينا الكرام جوج ديال الزعانف متابعينا الكرام على مستوى الراس، يعني عنده زعانف على مستوى مؤخره الراس وكذلك زعنف على مستوى يعني تحت الفم ديالو مباشره، وكذلك يعني زعانف اخرى على مستوى مؤخرة البطن ديالو متابعينا الكرام، بالإضافة إلى ثلاثة زعانف أو أربعة زعانف أخرى يعني في مؤخرة بعد الديل ديالو متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تابع قناة الشعب. إذا كيف قلنا متابعينا الكرام هذا هو سمك أبو سيف، هذا هو الشكل ديالو متابعينا الكرام، وهذا النوع اليوم داير 100 درهم للكيلوغرام الواحد هنا بمدينة تطوان بالحمامة البيضاء متابعينا الكرام. كيف كتشاهدوا هذا هو الشكل ديال السمكة ديال أبو سيف الوردي كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، وللإشارة فتسمية هذا السمك بأبو سيف نظرا لأنه عنده في المقدمة ديال الرأس ديالو هذا السيف متابعينا الكرام، يعني هذا الخرطوم الطويل اللي هو على شكل السيف متابعينا الكرام، لذلك سمي بأبو سيف متابعي قناة شوف تابع قناة الشعب. بالإضافة إلى ما يميز هذا السمك متابعينا الكرام
أنه يعني اللحم ديالو فهو يعد من ألد أصناف أنواع الأسماك وكيبغيوها الأطفال الصغار لأنه ما فيهش الشوك، وبالتالي فالأباء كيفضلوا أنهم يشريوا هذا النوع من الأسماك باش يقدموها للأطفال ديالهم باش ما يتسبب لهم شتاك الشوك اللي كيكون في باقي الأصناف الأخرى ديال الأسماك، يعني في بعض الحوادث خصوصا ملي كيبلعوا الحوت وكيكون فيه بعض الأشواك اللي يمكن تسبب لهم مشاكل على مستوى الحجرة. متابعينا الكرام، إذا هذه هي سمكة أبو سيف كيف كتشاهدوا معنا. للإشارة فسمك أبو سيف هو من الأصناف ديال الأسماك اللي كيكون الطول ديالها كبير وكذلك الوزن ديالها كبير. متابعينا الكرام، فمثلا هذه السمكة ديال أبو سيف اليوم اللي كنحاولوا أننا نقربكم منها متابعينا الكرام فهي تعد من أصغر أنواع الأسماك ديال أبو سيف متابعينا الكرام، علما بأنها يمكن يعني يوصل للوزن ديالها حتى 130 كيلوغرام، علما بأن هذه السمكة فما كتجاوز يعني 30 كيلوغرام متابعينا الكرام. رشيد شحال تقدر تكون في هذه 30؟ 17.5. إذا متابعينا الكرام فهذه السمكة فهذه فيها 17.5 ديال الكيلوغرام متابعينا الكرام، علما بأن هذه السمكة يعني من أصغر أنواع الأسماك ويقدر يوصل حتى 120 كيلوغرام حتى 130 كيلوغرام، يعني ملي كيكون في الوقت ديالو. فوقاش كيكون بالضبط في الوقت ديالو وكيكون موجود؟ ملي كيكون كبير، ملي كيكون كبير بزاف. إذا متابعينا الكرام ومتابعي قناة شوف تابع قناة الشعب، كيف قلنا فهاد الأنواع ديال الأسماك ممكن أن الحجم ديالها يكون أكبر من هاد الحجم كيف كتشاهدوا معنا، وهي تعد يعني من الأسماك اللي هي لذيذة جدا متابعينا الكرام وكتلقى إقبال كبير متابعي قناة شوف تابع قناة الشعب. فهذا هو الشكل ديال السمكة أبو سيف الوردي، وغادي نحاولوا أننا كذلك نقربوكم هذا السمك أبو سيف الوردي. هو مقطع إلى قطع متابعينا الكرام بعد ما كتتم التنقية ديالو إزالة الرأس ديالو وباقي يعني الأشياء الأخرى متابعينا الكرام، فكيتم التقطيع ديالو إلى قطع متابعينا الكرام. والأغلبية فمثلا هنا ساكنة أهل مدينة تطوان فهي تعودت على استهلاك هذا النوع من السمك، إما أنها كديرو بلانشا أو أنها كديرو في الطاجين أو أنها متابعينا الكرام يعني كديرو في الشوربة ديال السمك كيف ما كنقولوا لحنا هنا السوبة ديال الحوت، أو أنه يعني كيديروها في الملح وفي البصلة ديال الحوت متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تابع قناة الشعب. فساكنة مدينة تطوان هكذا تعودوا أنهم يتناولوا هذا النوع ديال السمك بهذه الطريقة كيف صرت متابعينا الكرام. إذا كيف قلت متابعي قناة شوف تابع قناة الشعب، فاليوم من خلال هذا المباشر فغادي نحاولوا أننا نقربكم سمك أبو سيف الوردي. كيف كتشاهدوا هذا هو الشكل ديالو، الإشارة فالتسمية ديالو بسمك أبو سيف، فنظرا لان المقدمه ديال الراس ديالو فهي تشبه السيف متابعينا الكرام كيف كتشاهدوا، يعني الطول ديال المنقار ديالو متابعينا الكرام فهو طويل ويشبه السيف، لذلك يسمى هذا النوع من الاسماك بابو سيف الوردي متابعينا الكرام. اذا كيف كتشاهدوا الشكل ديالو، فالشكل ديالو فهو رمادي متابعينا الكرام، واللون ديالو فهو رصاصي بامتياز متابعي قناة شوف تابع قناة الشعب، بينما يميل إلى الرصاصي فاتح وكذلك إلى وردي على مستوى البطن، بينما على مستوى الظهر فهو اللون ديالو رصاصي بامتياز إلى جانب متابعينا الكرام ما يميزه يعني هذا الديل ديالو الكبير متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تابع قناة الشعب، واللي فيه رمادي فاتح ورصاصي يعني مغلق بالإضافة إلى اللون الوردي الذي يميز هذا النوع من الأسماك متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تابع قناة الشعب، إلى جانب هذه العين ديالو اللي هي كبيرة يعني، والفم ديالو الفك السفلي فهو صغير متابعينا الكرام مقارنة بالفك العلوي اللي هو عبارة متابعينا الكرام عن سيف مسلول متابعي قناة شوف تابع قناة الشعب، بالإضافة إلى ثلاثة ديال الزعانف اللي كتوجد على مستوى مقدمة الرأس ديالو، وكذلك الزعانف على مستوى البطن ديالو، بالإضافة إلى أربعة زعانف يعني بالقرب من الديل ديالو كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام كيف كتشاهدوا. فهذه حتى يعني العين ديال هذا النوع ديال الأسماك فهي مميزة كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تابع قناة الشعب، فهي عبارة عن دائرة الشكل ديالها كيف كتشاهدوا معنا من خلال هذا الصور. إذا متابعينا الكرام هذا هو الشكل هذا كيف ما قلنا سمك أبو سيف الوردي كيف كتشاهدوا معنا من خلال هذه الصور، يعني هذا هو الشكل ديالها قبل ما يتم التقطيع ديالها. الإشارة في هذا النوع ديال الأسماك فهو من ألد أنواع الأسماك وكيلقى إقبال كبير خصوصا الأطفال الصغار،
متابعينا الكرام اللي يمكن انهم يصطفوا مشكل بالنسبه للاسماك اللي كتكون فيها الشوك، فهذا النوع ديال الاسماك فما فيه الشوك متابعينا الكرام، وبالتالي فيسهل استهلاكه بالنسبه للاطفال الصغار والاغلبيه ديال الاباء فهما كيشريوا هذا النوع من الاسماك. بالنسبه للثمن فهو داير 100 درهم هنا للكيلوغرام الواحد هنا بالحمامه البيضاء، علما بانه خلال الايام الماضيه فهو كان الثمن ديالو وصل 120 درهم، اليوم داير 100 درهم يعني نقص 20 درهم متابعينا الكرام. بالاشاره في هذا النوع ديال الاسماك فهو محبوب لمجموعه ديال الاسر هنا بمدينه تطوان، فمجموعه من الاسر فهم كيحاولوا متابعي قناه شوف طريق قناه الشعب انهم يديروا به مجموعه من الشهوات التي تميز يعني طبخ التطواني الاصيل. فمثلا كاين اللي كيديروا بلانشا يعني فيلي بلانشا، وكاين اللي كيدير به الطويجنات، وكاين اللي كيدير به متابعينا الكرام بسطيله ديال الحوت، وكاين اللي كيعجبو انه يديروا في الساندويشات، وكاين اللي كيعجبو انه يديروا في الملح، وكاين متابعينا الكرام متابعي قناه شوف طريق قناه الشعب اللي كيديروا السوبا ديال الحوت يعني الشوربه ديال السمك متابعينا الكرام، خصوصا وحنا مقبلين على الاجواء اللي كتكون هي هنايا بارده بالحمامه البيضاء، وبالتالي فالشوربه ديال السمك كيكون اقبال عليها وبزاف ديال الاسر فهما كيديروها متابعينا الكرام ومتابعي قناه شوف طريق قناه الشعب هنا في مدينه تطوان. اذا كيف قلنا متابعينا الكرام فهذا النوع ديال الاسماك سبادا الروسا او ابو سيف الوردي متابعينا الكرام فهو موجود هنا بالاسواق ديال الحمامه البيضاء، وهذا هو الشكل ديالو قبل ما كيتم التقطيع ديالو كيف كتشاهدوا معنا من خلال هذه الصور التي تاتيكم حصريا على قناه شوف طريق قناه الشعب. رجعوا متابعينا الكرام، علاش تسمى هذا السمك بابو سيف الوردي؟ نظرا لانه من المقدمه ديال الفك العلوي ديالو فهو عباره عن سيف مسلول كيف كتشاهدوا معنا، وهذا هو الطول ديالو متابعينا الكرام، الى جانب يعني الفك السفلي ديالو اللي هو صغير متابعينا الكرام متابعي قناه شوف طريق قناه الشعب، بالاضافه الى العين ديالو الدائريه اللي كتميزو كذلك، وكذلك هذا اللون الرصاصي اللي كيميزو اللون الرمادي، بالاضافه الى اللون الوردي اللي منتشر في الاطراف ديال الجسم ديالو كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام متابعي قناه شوف طريق قناه الشعب، بالاضافه الى الزعانف اللي موجوده على مستوى يعني العنق ديالو الظهر ديالو او مؤخره الراس ديالو متابعينا الكرام، كذلك الزعانف اللي موجوده في وسط البطن ديالو، كذلك اربعه زعانف على مستوى مؤخره يعني بالقرب من الديل ديالو كيف كتشاهدوا معنا، وكذلك هذا الديل ديالو الكبير كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام متابعي قناه شوف طريق قناه الشعب، يعني يشبه كثيرا الديل ديال الحوت القاتل الاوركا متابعينا الكرام. بالاشاره في هذا النوع من الاسماك فهو من يعني من الاسماك اللي هي ماشي مفترسه اللي ما كتهاجمش الانسان متابعينا الكرام، ومن يعني واللي كيعيش يعني سمك اجتماعي كيعيش في مجموعات متابعينا الكرام، وبالتالي فالصياده ملي كيصطفوا هذا النوع ديال الاسماك فهما كيصطفوها على شكل مجموعات، وبالتالي فاذا صادوا واحده فغادي يصادوا الكثير والكثير متابعينا الكرام متابعي قناه شوف طريق قناه الشعب. وخلال فتره الربيع فهذا النوع ديال الاسماك فهو كيكون موجود متابعينا الكرام، والاغلبيه ديال هذا السمك فهو كيبحث على المياه الدافئه متابعينا الكرام، كيبعد من المياه اللي هي بارده جدا متابعينا الكرام، فكل ما كانت المياه دافئه كل ما القى الطعام موجود متابعينا الكرام، وبالتالي كيف قلنا فهذا السمك فهو اجتماعي بامتياز ويعيش على شكل مجموعات. بالنسبه للمتابعين الكرام للثمن ديالو فهو داير 100 درهم هنا في اسواق الحمامه البيضاء، وكيلقى اقبال كبير خصوصا من طرف الاباء اللي كيبغيو انهم يشريوا هذا النوع ديال الاسماك للاطفال ديالهم كيف قلنا متابعينا الكرام. وبالنسبه للشكل ديالو كيف كتشاهدوا هذا هو الشكل ديال سمك ابو السيف الوردي قبل ما يتم التقطيع ديالو متابعينا الكرام. غادي نحاول متابعي قناه شوف طريق قناه الشعب نقربكم من الشكل ديالو ملي كيتم التقطيع ديالو. هذا هو ابو سيف سمك ابو سيف الوردي ملي كيتم التقطيع ديالو كيف كتشاهدوا معنا من خلال هذه الصور، والثمن ديالو داير فقط 100 درهم متابعينا الكرام متابعي قناه شوف طريق قناه الشعب. اذا متابعينا الكرام نتمنى ان نكونوا وفقنا من خلال هذا البث المباشر اللي حاولنا ان نقربكم سمك ابو سيف، والى بث اخر دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. والاشاره فاليوم هنا في سوق الحمامه البيضاء كاين واحد المجموعه كبيره من انواع ديال الاسماك البيضاء، واللي الثمن ديالها بطبيعه الحال فهي الاسماك البيضاء فهي الثمن ديالها فهي غالي مقارنه يعني بالمواسم السابقه، والسبب لحدود الان غير معروف متابعينا الكرام.